السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بعد ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نفتح مشروع جديد، هنتعلم في الفيديو ده ازاي نكتب على البروجكت اللي احنا عملناه ده. تمام، بمنتهى البساطة بنروح هنا التكست، نضغط هنا علامة الكتابة ونكتب اي محتوى احنا عاوزينه. طبعا احنا بنتحكم في حجم الخط من هنا زيه زي اي برنامج وورد خط عادي خالص كده. مثلا هنكتب اي اسم اللي احنا عاوزينه، مثلا لا تنسى، مثلا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد، وتشجيعا لنا لنشر المزيد بإذن الله. كده احنا كتبنا النص بتاعنا. ازاي بقى نتحكم في النص بتاعنا ده؟ الاول كده هنسيفه، تمام. وهنا لو احنا عاوزين نتحكم فيه، مثلا نغير اللون بتاعه، مثلا عاوزين نغير لون السطر ده بس لوحده، بنضغط هنا على الخانة دي وبنغير اللون اللي احنا عاوزينه، مثلا نخليه احمر مثلا اول، ونضغط اوكي. هنغير ده برضو اللي احنا بنحدده بنغيره، نغير ده مثلا. ممكن لو انت عاوز تغير كلمة واحدة بس لوحدها، ايا بتغير لوحدها مفيش اي مشكلة خالص كده. مثلا ايا عاوزين برضو نغير الكلمة دي بس لوحدها، ايا برضو نفس الكلام، هي نفس الفكرة، التغيير بتاعتها واحدة. تمام، طب افرض مثلا الخط ده احنا عاوزينه مثلا مش بالطريقة دي، بنروح مثلا نخليه هو هنا بولد عريض، ممكن نخليه مثلا اللي هو عادي من غير بولد، اللي هو كده عادي. لو انت لاحظت هتلاقي في فرق ما بين كده وفي ما بين ده. تمام، عاوزين نغيره من بولد اصلا خالص، عاوزين نخليه ايتاليك اللي هو مائل. لازم نحدد الخط طبعا اللي احنا عاوزينه، هنعمله ايتاليك كده بقى مائل معانا. تمام، عاوزين بقى نغير الحجم بتاعه، بنضغط هنا اللي هو العادية خالص اللي احنا عاوزين نغيره، اللي هو زي اي برنامج وورد، بتصغرها براحتك، بتكبر ايه براحتك. تمام، خليه مثلا 72، 48 مثلا. عاوزين بقى ننقل الخط بتاعنا ده مثلا بحيث ان احنا نبين الخط اللي هو موجود ده برضه، بنروح للأداة دي يعني اللي هي أداة الموف تول. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية وإحنا بنشرح إزاي دمج أكتر من صورة مع بعضهم، هنشرح إحنا الأداة دي يعني بشكل مفصل أكتر. تمام، كده إحنا بشكل مبدئي عرفنا إزاي اللي إحنا بنضيف إيه نص. تمام، في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتعلم إيه اللي هو حاجات أدفانس شوية، إن إحنا إزاي هنعمل شادو للنص ده. تمام، وهنراجع برضو على كتابة النص ازاي، وهنعمل نتعلم ازاي نعمل شادو مثلا، اورت شادو وانر شادو وحاجات زي كده، اللي هو ايه شوية شغل ايه يبان احترافي شوية. تمام، كده يبقى احنا هنا في فيديو بتاع النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.